بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اليوم في قناة عائشة أم المؤمنين قادرة رح نقدم لكم تحلية بسيطة بالموز والفلا. لهذه التحلية واش غادي نسحق 2 حبات من الموز، واحدة نديرها في وسط التحلية والثانية بوغ لا ديكوراسيون، وهذا الكاطو نسحق منه 5 حبات. هذا تاع القمح، انا اخترت هذا تاع القمح لانه صحي، كاين انواع كثيره بصح هذا تاع القمح هاهوينا، هذا تاع القمح هذا صحي للاطفال. وعلبه تاع فلون، علبه تاع فلون كيما راكي تشوفي، فلون دي اختاريتي، انا اختاريت هذا تاع البانر كيما راكي تشوفي فيه فقط. الان واش غادي ندير؟ غادي نستعمل الخلاط الكهربائي، نفرغ فيه نصف لتر حليب، و 5 حبات كاطو، هذوك 2، هذوك 3، وهذوك 2، وعلبة فلا، وعلبة فلا. نفتح علبة فلا، نغلق الخلاط ونمكسي الكل. نمكسي حتى نتحصل على السائل، نضع السائل في كاسرول ونديه على النار لما يثقل، نخلطه مليح خلطه مليح ونديه على النار، ومن بعد نفرغه في الاكواب التقط. نعاود هذه المواد اللي درتها كل في الخلاط، خلطها مليح ومن بعد نفرغها في كاسرول ونديها للنار حتى يغلي، من بعد نفرغها في اكواب التقديم. صايره الخلاط نحذف نفرغ الخليط في كاسرول كما ركبت هذه بهذه الطريقه، ونديه للنار نخلطه حتى يغلي، ومن بعد نديره في اكواب التقديم. نرجعلك فيما بعد. لحظيه الان شايراني خلطته، درت نصف لتر حليب و 5 حبات الكاطو وحبه تاع موز ونصف لتر حليب والساشيه تاع الفلان، وخلطتهم مليح فوق النار. راه واجد الان. واش غادي ندير؟ غادي نفرغه في هذه الاكواب. نعاود هذا الخليط، درت فيه نصف لتر حليب وساشيا فلون وحبه بانان و 5 حبات كاطو، صاي غادي تفوق النار راه واجد. الان ما عليا الا اني نفرغه في الاكواب كيما راكي تلاحظي. راه عاقد وريحه البانان راح شهي فيه. هما 2 حبات موز، حبه درتها في وسط التحليه والحبه الاخرى غاديه نديكوري بها. فوالا هكذا نكمل كل المقدار بهذه الطريقه. والصباغ غادي بهذه الطريقه فوالا. كما راكي تلاحظي الان واش غادي نخليه حتى يبرد، كي يبرد غادي نكمل له لا ديكوراسيون، كي يشد روحه مليح نزيد له لا ديكوراسيون ولا فينيسيون نتاعه، ونقدمه في ابحه حله، ونتلاقوا في طاوله التقديم باش تشوفي لا ديكوراسيون، تشوفي شكله النهائي. لاحظي اختي المشاهده، شاي الكلام ديسير تاعي راه شد روحه. دونك باش ندير له لا ديكوراسيون واش غادي نحتاج؟ ديك حبه الموز اللي كنت حبه الموز الثانيه اللي خليت على بال لا ديكوراسيون، كاوكاو ايفيلي ثاني ممكن تستغني عنه، حبيبات الشوكولاته و سا
صوص شوكو، ها صوص شوكو باش نكمل لا ديكوراسيون تاعه. نتحقق المواد الاتيه: حبه الموز اللي بقات، كاوكاو ايفيلي، وحبيبه الشوكولاته، وصوص شوكو. ها دوك نبدا بالموز. ها ندير حبه الموز بهذه الطريقه، انتي وذوقك لا ديكوراسيون، كل وحده وتديكوري على حسب الذوق تاعها. ها ندير ديك حبه الموز اللي بقات لي بهذه الطريقه. بهذه الطريقه ها نضيف هنايا، هنايا كذلك، هنايا هكذا بهذه الطريقه. صايي كملت الموز، واش غادي نزيد؟ غادي نزيد حبيبات الشوكولاته بهذه الطريقه. ممكن تستغني عليه، ممكن سون ديكوراسيون يتكل. ها هذه غير بالاضافه لمسه جماليه، وليكون عندنا ضياف، ولا تكون عندنا لا ما مناسبه عندنا ضيافه تاعهم، ولا نديكورو بهذه الطريقه. اللي ما كانش سون ديكوراسيون يجي بنين ويجي زين وعنده ما خاصه. نزيد الكاكاو ايفيلي بهذه الطريقه، ومن بعد نمرر صوص الشوكولا. اللبسه النهائيه هذا الكوب الاول، الكوب الثاني، كما قلت لك يا اختي المشاهده نكمل كاع لا ديكوراسيون تاع الكبسان. ها ونرجع لك في الاخير. الشكل النهائي تاع الكريم ديسير اللي درناه اليوم كما تلاحظي اختي المشاهده، ها راني كملت له لا ديكوراسيون بلا صوص شوكولا. ها كما راك تلاحظي، ها لونه يشهي وبريزونطابل، ها ينفع المناسبات ولا شهر رمضان ولا لي كونتي وليداتك. نتمنى انك تجربيه، ها هو هنا نتمنى انك تجربيه وينال اعجابك. وفي الاخير اذا عجبك الفيديو ما تنسايش تشتركي في القناه وديري لي جيم وتفعلي الجرس حتى يصلك كل جديد. في آخر الفيديو قناة عائشة أم المؤمنين تتمنى لك شهية طيبة، وإلى اللقاء في فيديو آخر.